أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، بنرحب بضيفتنا اليوم مصممة الأزياء العالمية منى العجاج. أهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيكم بالأتوليه اليوم عنا. شكرا كثير منال. أنت بدأت الخياطة أو التطريز في سن مبكر، سن 13، كيف كانت بداياتك؟ بدايتي كانت هي بسبب العادات والتقاليد اللي أنا بنتمي لها. أنا سورية دمشقية من أحياء دمشق العريقة، خلينا نقول من الميدان، فعنا طقوس نحن أنه البنت بسن مبكر المفروض تروح على خياط الحي لعندها لحتى تاخد التريننج، يعني تتدرب فترة الصيفية كرمال بس تكبر وتتزوج أو whatever، يعني أي يكون عندها مهنة بإيدها لو ما قدرت مثلا تكفي دراستها لحتى تعمل لها سبورت بالحياة. فبدأت بسن كتير صغير لأنه هيك عنا العادات. وشو الصعوبات اللي واجهتيها في هذاك العمر؟ يعني كنت كتير صغيرة. مزبوط، كنت أول شيء أنا ما بحب الخياطة، أنا بحب الرسم كتير، ولكن كان عندي تحدي إنه أنا ما في شيء مفروض نحط فيه، ما أطلع أنا يعني رقم واحد بالعيلة. فقعدت عندها شي 4 شهور، طبعا كانت رافضة تستقبلني لأنه كانت مستقبلة أختي قبلي. أوكي. وأختي ظلت عندها سنة بس ما قدرت تتعلم شي، فكان جوابها أنه لا ما رح استقبل أختها لأنه أكيد حتكون مثل أختها ما رح تتعلم شي. فقالوا لها لا، أنه هي البنت كتير ذكية جربيها. حطتني 4 شهور وأنا صار عندي ردة فعل أنه أنت عم تقولي عني أنه أنا يعني ما رح اتعلم، انا بدي ورجيكي انه كيف رح اتعلم. سو عن جد هو خلال 4 شهور تعلمت الخياطه عندها، واجيت اورجيتها فستان عاملته، هي كانت لزبونه فستان عرس ولعيله كثير عريقه بدمشق. اجيت بعد اسبوع ورجيتها انه انا شوفي شو عامله معلمتي، انه عامله فستان انا نفس الموديل لبنت عمرها 5 سنين. هون هي كثير عصبت، اعتبرت انه انا بهدلت لها الموديل، انه كيف هيك عم بعمل، فوقفتني عن التدريب. رجعت لبيت اهلي انه ماما بدها تحكي معها لترجعني، قلت لا انا تعلمت كل شيء، روحي احكي لي مع الجيران خليهم يجيبوا بناتهم يتعلموا عندي. صاروا يتعلموا عندك. تقمصت نفس شخصيتها، يعني صرت البنات بس يجوا لعندي بدهم ينظفوا البيت، بدهم يجلوا جليات، بدهم يعملوا لي قهوة، يعملوا لي أكل، وبعدين بحطهم على الطاولة لحتى يتعلموا الخياطة. ما شاء الله عليك، يعني حققتي نجاح كبير في مجال الأزياء. هل بتشوفي أنه تصميم الأزياء هو شغف أم بالنسبة لك بتقدمي فن؟ هو شغف وفن بنفس الوقت، وهو مهنتي، يعني هي شغلي. سو اليوم إذا أنا ما بحب شغلي ما بقدر أقدم فيه. أي مجال بدك تشتغلي فيه بدك تكوني عن جد بتعشقيه، بتحسي حالك إنه أنت بيشبهك. صحيح. فأنا الأزياء بالنسبة لي والتصميم والخياطة كتير بيشبهوني، يعني بحبهم كتير. فكرمال هيك كوني كتير حريصة إنه ما أعمل شي عادي نورمال، يعني تطلع كل شي جواتي بهالمهنة اللي أنا عم بشتغل فيها.